أن تلعق أو تلحس مقلة عين شخص ما، ربما من الأمور الأكثر تقززاً وغرابة في الآن ذاته، لكن بالنسبة للجدة البوسنية التي تدعى هافا سيلبيك، أو كما يطلق عليها نانا هافن، والبالغة من العمر 80 سنة، فالأمر عبارة عن دواء وعلاج لكل من يعاني من ألم في عينيه، إذ تزعم بأن تلك الطريقة فعالة في تنظيف عيون الناس من الأجسام الغريبة. تعتبر نانا هافن بأن إنها الوحيدة في العالم التي تعالج الناس بهذه الطريقة حسب زعمها، وقد تعلمت هذا الأمر منذ وقت طويل جدا، إذ لها القدرة على إزالة قطع الفحم والحديد والخشب وكل ما يؤذي العين بواسطة لسانها فقط بعد أن تقوم بتعقيم فمها بالكحول. نانا هافن تتقاضى 10 يورو فقط من كل من تقوم بمعالجته، أما في حالة كان معدما، فهي تكتفي بعلاجه مجانا. كما أن سكان القرية أبلغها بأنها بعد وفاتها سيقطعون لسانها ويحتفظون به لاحتوائه على الحكمة والدواء ليستمروا بعلاج الناس به. إذا أعجبك الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة غرائب وعجائب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله.